بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. متتبعي الكرام، مرحبا بكم، مرحبا بكل الناس اللي كينضموا للقناة ديالي. كنقول لكم شكرا على الانضمام وشكرا على تعليقكم جميلة. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم، جبت لكم وصفة خطيرة ديال الملوي، وصفة اللي معمرها غادي تخطاكم ومعمركم غتستغناو عليها. طريقة سهلة وبسيطة وكتخلي الملويات ديالنا كيجيو هشاش من الداخل ومقرمشين من برا وفيهم واحد اللون ذهبي رائع رائع بزاف. وصفة اللي غادي تعتمدوها وغادي تغنيكم على كل الوصفات اللي كنتو كديروا بها الملوي. وبالنسبة للبنات اللي ما كيستقش معاهم الملوي، فغادي تجربوا طريقتي، ان شاء الله غادي تعجبكم وغادي يجيكم الملاوي ديالكم ناجحين من اول تجربة، وهادي على ضمانتي. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الرضا ديالكم. ما تنساوش انكم تخليوا لي لايك الفيديو بطبيعه الحال الى عجبكم، وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وكذلك اللي جربت الوصفه ما تنساش تخلي لي تعليق وتقولوا لي كيف جاتكم الوصفه ديالي. ان شاء الله هاد الوصفه هذه كيف ما قلت لكم اللي غادي تغنيكم على كل الوصفات، ونتيجتها كيف ما غادي تشوفوا رائعه جدا جدا، لون ذهبي ومورق، يعني كتجي طبقة على طبقة كأنكم صانعينهم بشي آلة أو بشي حاجة. كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الصورة، شوفوا على لون وشوفوا التوراق كيفاش جايين. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير ديالنا والطريقة ديال التحضير. هنايا كيف ما كتشوفوا في واحد الإناء وضعت كمية ديال الدقيق، تقريبا أنا درت 500 غرام ديال الدقيق الأبيض و 250 غرام ديال الفينو. غير هي أي كمية خديتوها ديال الفرص توضعوا نصف الكمية ديالها ديال الفينو، يعني عبرتوا بزلافة ولا عبرتوا بالكاس ولا بالكيلو، دائما نصف الكمية ديال تكون سميد رقيق أو الفينو. غادي نحتاج كذلك معلقة كبيرة ديال السكر حبيبات، هاد السكر هو اللي كيعطينا داك اللون الذهبي، ممكن تستغناو عليه وتوضعوا العسل. وكذلك غادي نوضعوا معلقه صغيره ديال الملح وراس معلقه كيف ما شفتوا صغيره بزاف ديال الخميره الفوريه، حيت حنا ما باغينهمش يختمروا، هذيك غير باش كتعطينا واحد الانتفاخ فاش كنديروهم في المقله وكيجيونا مورقين. وكذلك غادي نحتاج معلقه صغيره ديال السكر فاني او بودره الفاني اللي كتعطيهم نكهه كيجيو رائعين بزاف هاد الملاوي هادو. طريقه سهله وبسيطه كيف ما كتشوفوا معايا، ولكن النتيجه ديالها راه رائعه. هنايا هاد الخلطه هذه ممكن انكم تعجنوهم في الاله ديال العجن، بالنسبه للناس اللي يفضلوا يعجنوهم بالطريقه ديال الاله فممكن تعجنوهم بالاله ديال العجن، او ممكن تعجنوهم غير بيديكم حيت حنا ما محتاجينش ندلكوهم بزاف كيف ما كتشوفوا معانا. كنخلط المكونات كامله مع بعضياتها، هاد النواشف هادو كندخلهم وكندمجهم مع بعضياتهم. وغادي نجيب كذلك الماء، عندي هنايا تقريبا واحد 750 غرام من الماء الدافئ، الماء لانه الا كان بارد بزاف فهو العجين ديالنا ما كيجيش مزيان، والا كان سخون كذلك العجين كيبدا كيتقطع لينا، فمن الاحسن كيكون غير دافئ. يعني الا كان الجو حر فراه من الصنبور او من الحنفيه راكم غادي تلقاوه دافئ، ولكن ايامات البرد ممكن انكم تدفيوه شويه الماء. كتشوفوا معايا كنوضع كميه قليله من الماء وكنبدا كنجمع العجين ديالي، ما كنوضعش الماء كامل على الدقيق، كنبدا كنوضع غير شويه بشويه، وانا كنعجن وكنحاول العجين ديالي ما يجينيش كيلتصق بالايدي، وفي نفس الوقت ما يجينيش العجين قاصح، يعني ما غاديش يتشكل ليا وما غاديش نوصل للنتيجه اللي انا باغا، يعني العجين يكون رطب وفي نفس الوقت ما كيلتصقش بالايدي. غنبدا نضيف الماء شويه بشويه حتى كنجمع العجين ديالي كامل. هاد العملية هادي أنا غادي نديرها قدامكم بغير بيدي، وأنا ما محتاجاش ندلكها، يعني أنا قلت لكم داكشي علاش الناس لا بغاو يديروها في الآلة ديال العجن ويدلكوا العجين ديالهم، لهم حرية الاختيار، ولكن اللي ما باغيش ممكن يعجنها غير بيديه. كتعجنها غير بيديك وكتجمع العجين ديالك وكتدلكها واحد شويش، يعني ماشي بزاف، واحد خمسة دقائق ما كاملاش، ماشي بحال اللي كان يعني الملوي كيف ما نتوما عارفينو كنبدلو مجهود باش كنعجنوه وندلكوه باش يجينا مورق. انا الطريقه ديال اليوم غادي تجيكم سهله وبسيطه، فانا كنعجن العجين وكندلكو واحد شويه ماشي بزاف كيف ما غادي تشوفوا، كنحصل على عجينه رطبه. شوفوا معايا، كنجيب اناء اخر وكندهنو بزيت نباتيه وكنوضع فيها العجينه ديالي، كندهنها الوجه ديالها بالزيت باش ما يوقعوش فيها تشققات، وكنغطيها وكندخلها للثلاجه نحطها فيها ما بين ساعتين حتى ربعة ساعات، او ممكن تبيتوها ليله كامله او تعجنوهم في الصباح وديرهم في الليل، في الليل عاد تورقوهم. بالنسبه للتوراق غادي نحتاج هنايا الفينو،
وغادي نحتاج المايزينا جوج معالق كبار، وغادي نحتاج معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، وكندمجهم كاملين وكنحطهم على جنب. هادو غادي نحتاجهم للطراق. وبالنسبه كذلك غادي نحتاج الزبده 250 غرام، وواحد 6 او 7 ديال المثلثات او مربعات ديال الجبن، او حتى الجبن العادي اللي كيكون في لي بواط في القارورات، هذوك كنقدروا نديروه. كندمجهم كاملين حتى كنحصل على واحد الكريمه اللي كتساعدني في الطراق. غادي نوضعهم في واحد الطبق وغادي نحطهم على جنب. غادي نحتاجهم اللي غادي نجي نورق بهم، وكيعطيوني توريق رائع. وكذلك غنحتاج الزيت النباتيه اللي كنبقى ندهن بها سطح العمل. بعد ما كدوز ساعتين او 4 ساعات، انا قلت لكم اقل ما يمكن هي واحد الساعتين ديال الوقت، كنجبد العجين وكنخليه يرتاح تقريبا ساعه على ما كيتطلق ليا، لانه كيكون خدا الحجم حدا البروده ديال الثلاجه، فانا كنخليه يتطلق. ومن بعد كنشكلوا كويرات بهذه الطريقه هذه. وكذلك غنجيب ملي كنسالي العجين كامل كنشكلوا كويرات حجم كبير او متوسط، لكم حريه الاختيار. كنجيب الزيت وكنوضعهم في هذا الاناء وكنغمرهم بالزيت. لاحظوا معايا، غادي نغمرهم، يعني ماشي غير كندهنهم، فانا تقريبا كنغطيهم بالزيت وكنخليهم تقريبا في هذاك الزيت تقريبا واحد الساعه واحده اخرى حتى كيترخاو مزيان. لاحظوا معايا كيفاش ترخاو ليا العجين اللي انا وجدت. وهنايا هذا هما الاشياء اللي غادي نورق بها، وغادي ندوزو على بركه الله باش تشوفوا الطريقه اللي غادي نوريكم تورقوا بها المليويات ديالكم ويجيوكم بطريقه احترافيه، يعني طريقه بحال اللي كتاخذوهم من المحلابات او كتشبوهم من السوق. غادي نجيب هنايا جوج الكويرات في نفس الوقت، كناخذ بالجوج، يعني دائما كندير العدد بالجوج. كنحاول نطلقهم غير شويه كيف ما غادي تشوفوا. كنرش لهم القليل من الزبده او من ذاك الخليط على الوجه ديالهم، كندهنهم بهذه الطريقه هذه، يعني غير كنلصق لهم، كندير كميه لا باس بها، يعني كندير كثير شويه. ومن بعد كنرشهم بهذاك الخلطه ديال الدقيق، وكنوضع وحده على الثانيه وكنحطهم على جنب. كنستمر بحال هكا حتى كنكمل الكميه ديالي. انا هنايا ما غاديش ندير الكميه كامله بنفس الطريقه، فانا غندير معكم جوج ديال الطرق باش تشوفوهم بان الطريقتين بجوج صالحين وبجوج بهم عمليين وكيعطيو نفس النتيجه. كنبدا كنورقهم بهذه الطريقه هذه، كنوضع الزبده ومن بعد كنرش بالدقيق، وكنوضع وحده على وحده بهذه الطريقه، وكنحطهم يرتاحوا حتى كندوز ونسالي الكميه اللي عندي كامله، عاد كندوزو للمرحله اللي من بعد منها. انا هنا غادي نعطيكم طريقتين، يعني الطريقه ديال وحده فوق وحده والطريقه العاديه اللي هنايا كنوجدوا بها المليويات ديالنا بالطريقه العاديه. اللي جاتهم شي طريقه سهله يجربها وغادي تجيه ان شاء الله مزيانه، وغادي يحترفها وغادي ترجع هي المفضله عنده ان شاء الله باذن الله. هذه هي الطريقه الاولى كيف ما كتشوفوا معايا. انا كنخليهم عاود يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق او اكثر. هنايا الطريقه الثانيه، كنجيب الكويره بلا ما كنكون واضعه وحده على وحده، وكنطلقها لاحظوا معايا حتى كيبقى يبان ليا سطح العمل، وكندهنها بديك الخليط ديال الزبده والفرماج بهذه الطريقه هذه، وكنرش عليها من داك الدقيق اللي انا خلطته بالمايزينا وبالخميره ديال الحلويات، وكنطويهم بالطريقه المعتاده اللي كنوجدوا بها المليويات ديالنا، يعني كنطلقهم بهذه الطريقه هذه. وكل مره كنطلق كنرش كندهن بالزبده وكنرش بالدقيق، وغنشكلهم هكا. لاحظوا معايا كنبقى غير كنطوي، يعني ماشي كنجبد او كنحاول نجيبهم مزيرين، لا غير كنجبدهم ونطويهم بحال هذيك الطريقه وكنحطهم يرتاحوا. لاحظوا معايا بنفس الطريقه غادي نوجد معكم وحده اخرى، هذه الطريقه الثانيه. عاد غندوزو نوريكم الطريقه كيف صوبت اللواله اللي درت وحده على وحده. لاحظوا معايا، يعني كنورقهم حتى كيبان ليا سطح العمل هنا باش كنعرفهم بان العجين ديالي راه صادق ليا وما كيتقطعش وما كي يعني كيساعدني حتى في الخدمه. وبنفس الطريقه كيف ما قلت لكم، كل مره كنستعمل الزبده والرشه ديال الدقيق، وكنبدا كنطويهم بهذه الطريقه هذه، وغنحطهم يرتاحوا حتى من بعد نوريكم الطريقه كيفاش درنا لهذوك اللي صوبناهم بهكاك. لاحظوا معايا، يعني كنعاود معكم نفس الطريقه، طريقة ديال الملوي العادي اللي كنوجدوا، ولكن السر في العجينه وفي الخلطه اللي حنا كنورقوا بها الخليط العجين ديالنا. هنايا كنجيب هذوك العجين، هذاك التراق الاول اللي كنكون دايره وحده على وحده. لاحظوا معايا كيفاش غادي تجيني حجم كبير، كنبدا كنورقها كساهله في التراق ديالها حتى هي بنفس الطريقه كيف ما وجدت الاخرين،
وكنبدا كندهن ليها الزبده على الوجه ديالها وكنرش بالدقيق بنفس الطريقه. لاحظوا معايا، هذه كنجمعهم لان كتكون كبيره ما نقدرش ندير وحده على وحده، فانا كنجمعهم بجوج في النص وكنرش بالدقيق وكنعاود نجمع وحده على وحده باش كنحصل على واحد الحجم اللي هو صغير. بهذه الطريقه هذه كنطلقها واحد شويه وكنرش بالدقيق والزبده، ومن بعد كنبدا كنجمع بهذه الطريقه هذه. لاحظوا معايا، هادو كيجيو شويه كبارين على الاخرين، كنحطهم على جنب ونعاود نجيب وحده اخرى كيف ما غتشوفوا معايا. نفس الطريقه كنبدا كنطلق وكنجبد هذوك الجوانب باش يجيوني مقادين، لان كتكون وحده على وحده باش ما يهربوش ليا وتجيني وحده فالته على الاخرى او وحده هاربه على الاخرى. لاحظوا معايا راه نفس الطريقه، يعني الطراق كيجي رائع بزاف. كنجمعهم الوسط بهذه الطريقه هذه وكنطوي وحده على وحده بهذه الطريقه هذه، ودائما بالاستعانه بالزبده والفخوماج والزيت الا ما بغيتوش ديروا الفخوماج. انا كندير هنا مره الفخوماج مره الزيت على ود ولادي، وكنجمعهم بهذه الطريقه هذه. لاحظوا معايا، غير كنجمع وكنحطهم على جنب يرتاحوا. لاحظوا معايا هنايا، من بعد ما دازت واحد 10 دقائق من بعد ما وجدتهم كاملين، كنجيبهم وكنضغط عليهم، كنجمع لهم الجوانب ديالهم وكنضغط عليهم شويه وكنحطهم في واحد الطبق يرتاحوا. لاحظوا معايا، كنبدا كندخل لهم الجوانب بهذه الطريقه هذه باش ما كيبداوش يتحلوا لينا، وكنحطهم هكا نفس الطريقه غادي نستعملها. لاحظوا معايا، حتى غنكمل الكميه كامله وعاد غندوز باش نشعل المقلاة. هنايا على نار مهيلة وضعت المقلاة ديالي وجبت أول وحدة، دائما كنبداو بأول وحدة. ولاحظوا معايا كيفاش كتخرج لها البواقات مع الجناب ديالها، يعني دليل على النجاح ديال الملوي ديالنا. كنبدا كنطلقهم بهكا، ديروهم صغار أو كبار، أو بغيتو ترقوهم يجيو رقاق أو بغيتوهم يجيوكم غلاظ اللي بغيتو. فهاد الأثناء هادي المقلاة راها سخنات وغادي نوضعهم في المقلاة ديالي بعد ما كندهنها بالقليل من الزيت، وكنبدا كنطلقها بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. لاحظوا كيفاش البواقات كيخرجوا ليا مع الجناب، وكنرش عليها القليل من الزيت من الفوق وكنبدا كنشوف فيها. هنايا راه مزربه الفيديو باش يبان لكم بسرعه كيفاش، يعني كنبدا كنقلب الفطيره ديالي او الملويه ديالي. يلا كتبدا كتشد راسها شويه، ما كنخليهاش حتى كطيب. لاحظوا معايا، وكنبدا كل تقريبا دقيقه ما كاملاش كنقلبها. هذا هو السر عاوتاني في الطرق، يعني كل مره كنبقى نقلبها، كنبقى نقلب هذيك الفطيره او هذيك الملويه وهي كتورق ليا. غادي نستمر بحال هكا كيف ما غادي تشوفوا، يعني نتيجه رائعه ديال هاد الملويات هادو. لاحظوا كيفاش كيبداو ينتفخوا مع الجوانب ديالهم. هنايا بدات كتحمر واحد شويه، ولكن انا قلت لكم راه ما كنخليهاش حتى كطيب، كنبقى كنقلب شويه بشويه. الا كنتو غتحتفظوا بهم في المجمد فمن الافضل تخليهم غير بحال هكا. الا كنتو غادي تاكلوهم يعني في نفس نهارهم او غتستعملوهم ما غاديش ديروهم في المجمد، فطيبوهم طياب عادي وتحتفظوا بهم. لاحظوا معايا، كل مره كنقلبها حتى كتحمر ليا الملويه ديالي. لاحظوا كيفاش اللون الذهبي وكيفاش كتجي منتفخه وزوينه. شوف شوفوا كيفاش كتجي مقرمشه. هنايا بعد ما حيدت هذيك كنوضع وحده اخرى بنفس الطريقه في المقلات بهذه الطريقه هذه. لاحظوا معايا، وكنضغط لها على الجوانب ديالها. كنبدا كل مره كيف ما قلت لكم، كل مره كنقلب الفطيره. علاش؟ لان هذيك القليب كل مره راه هو اللي كيساعدها باش كتنتفخ لينا وكتجينا مورقه. يعني الا خليتوها انها حتى طابت عاد قلبتوها فما غاديش تنتفخ وما غاديش تجيكم مورقه. لاحظوا معايا كيفاش كنقلبها كل مره، ورشيت لها الوجه ديالها قبل ما نقلبها، رشيت لها بشويش ديال الزيت. غادي نستمر هكا بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال الملاوي اللي عندي كاملين، ونتلاقاو باش تشوفوا الطبق النهائي كيفاش كيجيو الملويات ديالنا مورقين ان شاء الله. لاحظوا معايا كيفاش الملويات ديالنا كيجيو مفتوحين، وكل ما جبدت وحده من المقله فانا كنضغط لها على الجوانب ديالها، كنحاول نضرب عليها الوسط باش كتهرس وكيتفتحوا ليا دوك الفطائر او دوك الملويات، كيجيو هكا مورقين بطريقه
ولا اروع، يعني طريقه احترافيه غادي تعتمديها وغادي تخلي المليويات يجيوكم ولا اروع، وطريقه عمركم تستغناو عليها ان شاء الله. هذا الفيديو هذا كنتمناه يجيب اكبر عدد من اللايكات واكبر عدد من المشاهدين، لانه بصراحه كنبذلوا مجهود كبير باش نجيبوا لكم اشياء اللي تفيدكم واللي تنال الرضا ديالكم، اللي تخليكم انكم توجدوا اشياء بطريقه بسيطه وناجحه. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، والى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك الفيديو وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى.